أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. دولة أوروبية تصفع أعداء المغرب. نشرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية على موقعها الرسمي اليوم الاثنين الإعلان المشترك المغربي الهنغاري الذي تم اعتماده في ختام الزيارة التي قام بها يوم 9 يونيو الجاري للمغرب رئيس الدبلوماسية الهنغارية السيد بيتر زيجارتو. وتدعم هنغاريا في هذا الإعلان المقترح المغربي لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية، كما يدعم الجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية. وبهذه المناسبة أعربت هنغاريا عن ترحيبها بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب باعتباره قطبا إقليميا للاستقرار وشريكا متميزا للتنمية في إفريقيا.